وهذا ماشي يعني المقابل، ولا ما كتكونش واحد المقياس ليه يعني، غنتسناو منه شنو غادي يضيف، لان كنعرفوا هذا المدرب، كنعرفوه عشنا معاه في افريقيا يعني، كاع الدول الافريقيه شفنا فيها، فديما كانت عنده نكسات كثيره، لا في المنتخبات ولا مع الفرق اللي دار، ما نظنش انه حقق شي حاجه كثيره، لكن كيبقى اختيار ديال فريق الجيش الملكي، هذاك اختيار ديالهم كيف شافوا السي في ديالهم. المقابله ديال اليوم انا ما نقولش لعبها المدرب، فلعبوها اللعابه بحكم هما عندهم واحد يعني ديجا لاعبين مع بعضياتهم، فهما حاولوا انهم يردوا، لان الجيش كان داز واحد المرحله، واحد الباساج فيت دازوا منه، فهم بغاو يردوا الثقه للجمهور ديالهم. ولا لاحظتي اليوم في المباراه، انا شفت المباراه اليوم، ان اللاعبين ديال الجيش كانوا اكسيتين بزاف، لا لاحظتي يعني، كان عندهم واحد اندفاع، يعني كانوا يعني، انا الملاحظه لي انهم يعني المدرب اللي كان اليوم عندهم، اللي كان اليوم راه هو الجمهور، ماشي المدرب، هو ماشي المدرب، الجمهور ديالهم يعني، بالجمهور ديالهم يعني، كان عندهم واحد الدفاع، وكانوا متسرعين، كانوا متسرعين بزاف، ودي كانوا طرود ديشي اللي كان دير لا ديفيرونس، كتحليل عندي اللي كان دير لا ديفيرونس اليوم هو زحزوح، هذاك اللعاب هو اللي كان شويه كي دير واحد لا ديفيرونس فريق الجيش الملكي، لكن اللي تلاحظ عليهم انهم كانوا مدافعين، وما كانش لا كونسونطراسيون ديالهم بزاف مع الجمهور ديالهم، ماشي داك اللعب فريق الجيش الملكي اللي كنا كنشوف شويه ديال الهدوء ويمشيو في لو بون مومون وداك الشيء. انا غادي نعقب عليك في حاجه بالنسبه لفريق الفتح الرباطي، فالفتح الرباطي اليوم سمعتك تكلمتي بانه كان تائه، لكن الا دخلتي لي سيستيم دو جو باش لعب شيبا، فشيبا راه كان لاعب 4 4 2 ياك، وشيبا كان كيقلب، كان في البلوك ميديوم، شيبا لعب حسب الامكانيات اللي عنده، ما يمكنش ليه يزيد عند جيش اكثر من داك الشيء، وكان لاعب على لي كونتراتاك، فهنا اللي بان شيبا بانه دار واحد الاستراتيجي دو جو، بانه باش ما يخسرش بواحد جوج ولا ثلاثه كيف كنقولوا. ولكن انا بالنسبه لي شخصيا، فراه في الشوط الاول انه نجح انه يستوب القوه ديال فريق الجيش الملكي، ما تنساش لي زيليمون اللي عند الجيش ماشي هي اللي عند الفتح الرباطي، ومع ذلك انه وقف الجيش الملكي، وكان يقدر يسجل هو قبل منهم، فكنظن ان شيبه في الشوط الاول نجح، فالتغيير اللي كان في المقابله هو الطرد، فسي نورمال، والدليل ان الجيش ماركات بالاريتي ماشي رغم انها سيطرات في الشوط الاول، راه كانت غير كانت 41 59 في البوزيسيون دو بالون، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي كبيره 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 بزاف. فانا كنظن شيبا انه نجح في الشوط الاول، فالطرد هو اللي خلى المجريات ديال المقابله انها تغير بهذاك الشيء، سي نورمال.